السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنبتدي في المحاضرة رقم 4. هنكمل مع بعضينا في الفات سولوبل فيتامين. المرة اللي فاتت اتكلمنا على فيتامين A، النهاردة هنتكلم على فيتامين D. بيعتبر بالنسبة لي الصنشاين فيتامين. اول حاجه زي ما احنا تعودنا السورسز اوف الفيتامين دي، هلاقي عندنا المين سورس الاولاني ان طبعا البودي ميك فيتامين دي when it exposed to الالترافايولت rays from the sun. So it is sunshine vitamin، بيسمى بي sunshine vitamin. طيب الفود سورسز بقى بالنسبه لي هم عباره عن ايه؟ التشيز، جبنه، يوجورت، الزبادي، الايج يوك، ومهم قوي الشباب الايج يوك، صفار البيض، البطر، الزبده، عندنا الهيلثي سيريالز، واويلي فيش زي السلمون او السردين، والليفر اللي هي الكبده. عمليه البايو سينسز اوف الفيتامين دي هنلاقي عندنا في احتمالين لتواجدهم، في عندي البريكيرسور يا اما موجود في البلانت يا اما موجود في الانيمال. هنلاقي عندي بالنسبه للبلانت زي مثلا ييست في حاجه اسمها ارجوستيرول. ارجوستيرول ده عن طريق كوميرشال فوتولايسز بيديني الارجوكالسيفرول او فيتامين دي 2، لكن في الانيمال بيبقى عندي البريكيرسور اسمه 7 دي هيدروكوليستيرول، بيبقى انترميديت ان ذا باس واي فور الكوليسترول بايو سينسز عن طريق الصن لايت او الفوتولايسيس، بيديني الكولي كالسيفرول اللي هو فيتامين دي 3. فيتامين دي بسميه استيرويد برو هرمون. ليه؟ لان الفيتامين دي هو بريكيرسور اوف هرمون بيسمى الكالسيترول. اكزيست ان تو بايولوجيكالي اكتيف فورمز، هم عباره عن فيتامين دي 2 اللي هو ارجو كالسيفرول موجود في البلانت، والفيتامين دي 3 كولي كالسيفرول موجود في الانيمال. جايين منين؟ جايين من البريكيرسور بتاعهم اللي هو بيسمى ارجوستيرول او برو فيتامين دي 2 البلانت زي مثلا ييست او المشروم، والبريكيرسور الثاني في الانيمال بيسمى 7 دي هيدروكوليسترول هو البرو فيتامين دي 3. بالنسبه للبريكيرسور لو جينا نلاقي الارجوستيرول بيختلف عن السبعة دي هيدروكوليسترول في ايه؟ في اتس سايد تشين which ان او فيها اديشنال دبل بوند unsaturated واكسترا ميثايل جروب. ومهم جدا الشباب الاختلاف وقع فين؟ في السايد تشين. الكيميكال استراكشر بتاع الفيتامين دي 2 بيختلف عن فيتامين دي 3 برضو في السايد تشين، في الاديشنال دبل بوند unsaturation والاكسترا ميثايل جروب. لو جينا نتكلم على البلانت، فيتامين دي 2 او الارجوكالسيفرول درايفد من الارجوستيرول عن طريق يو في ايراديشن. ات كان برودوسد ان لابوراتوري عن طريق ايراديشن اوف الارجوستيرول. في الانيمال فيتامين دي 3 او الكوليكالسيفرول برودوسد ان السكن عن طريق اليو في ايراديشن للسبعه دي هيدروكوليسترول. عملية الالترا فايولت ايراديشن اللي هي نون انزيماتيك كليفج، كليفج ذا البي رينج اوف بوس كومبوننت اللي هم ايركوستيرول وسبعه دي هيدرو كوليسترول. بالنسبه لي فيتامين دي 2 ودي 3 ار ايكوالي بيولوجيكالي اكتف، هما الاثنين بيدوني نفس الفايده. لو جيت اتكلم بقى على الفيتامين دي فانكشن او البنفيتس الاهميه بتاعته لما باخده في الوجبه الغذائيه، طبعا مهم جدا في البون هيلث، مهم في الهرمون ريجوليشن، في انهانس الاميون سيستم. اهم نقطه بالنسبه لي اللي هنهتم بيها هي البون.
ممكن نقول ان الموست امبورتانت رول اوف الفيتامين دي از كالسترول سينسز. فالكالسترول سينسز بتتم فين؟ بتتم في الليفر والكدني. يبقى لو جينا نتكلم على البدايه بالنسبه لي في ايه؟ 7 دي هيدروكوليسترول. 7 دي هيدروكوليسترول موجود في السكين وانس تعرضت للسون لايت على طول بتديني الفيتامين دي 3 او الكوليكالسيفرول. بيروح فين في الاول؟ بيروح في الليفر، بيحصل له هيدروكسيليشن في البوزيشن 25 فيديني 25 هيدروكسي فيتامين دي 3. بعد كده يروح في الكدني يعمل هيدروكسيليشن ثانيه في البوزيشن 1 فيديني 1.25 داي هيدروكسي فيتامين دي 3 اللي بيسمى او بيعتبر الاكتف فورم اوف الفيتامين دي اللي بيسمى بالكالسترول، مهم في فانكشنز كتير هنشوفها بعد شويه. البدايه بالنسبه لي فيتامين دي ممكن يكون جاي لي من دايتري فيتامين دي 3 او دي 2 or directly absorbed from the small intestine after absorption from the bile salts, the micelles in the intestine and appears in constituent of the chylomicron following by transported into the lymph. وبعد كده هيروح للبلد bound by specific globulin بيسمى vitamin D binding protein. بيبقى stored فين؟ in liver. طيب لو جيت اتكلم بالاخص على فيتامين دي 3 ستيك اب باي ذا الليفر هيحصل له هيدروكسيليشن في البوزيشن 25 عن طريق انزيم بيسمى فيتامين دي 3 25 هيدروكسيليز موجود في الاندوبلازميك ريتيكولوم. تطور بالنسبه لي الريت ليميتنج ستيب ان ذا الباسوي بتديني 25 هيدروكسي فيتامين دي 3. بيعتبر بالنسبه لي الميجور فورم اوف فيتامين دي ان ذا سيركيوليشن والميجور ستورج فورم ان ذا الليفر. بعد كده في الرينال تيبيول اللي هي الكدني والبون والبلاسينتا ال 25 هيدروكسي فيتامين دي 3 هيحصل له فارزر هيدروكسيليتد عند البوزيشن رقم 1 بانزيم يسمى 25 هيدروكسي فيتامين دي 3 1 الفا هيدروكسيليز موجود في الميتوكوندريا بيديني 1α25 داي هيدروكسي فيتامين دي 3 او الكالسترول. الكالسترول بيعتبر بالنسبه لي الموست بوتنت فيتامين دي ميتابولايتس او فيسيولوجيكالي اكتف فورم اوف الفيتامين دي. الكالسترول ده يعتبر بالنسبه لي اكت لايك استيرويد هرمون ريجوليتد باي الباراثايرويد هرمون، مهمته ان هو مينتين ده النورمال سيروم كالسيوم اند فوسفورس ليفل عن طريق ستيمولييتنج الابزوربشن اوف الكالسيوم والفوسفورس فروم انتستين ري ابزوربشن اوف الكالسيوم والفوسفورس فروم رينال تيبيول موبلايزيشن اوف الكالسيوم والفوسفورس فروم البون. ممكن 25 هيدروكسي فيتامين دي 3 يحصل له هيدروكسيليشن في البوزيشن 24 عن طريق ميتوكوندريال انزيمز يديني 24-25 داي هيدروكسي فيتامين دي 3 وده بيبقى بيولوجيكالي ان اكتف. طيب الديفيشنسي بقى اوف الفيتامين دي هيؤدي الى ايه؟ عندي نوعين من الامراض طبقا للمرحله العمريه ريكتس اللي هو الكساح في اليونج تشيلدرن والاوستوميليشيا في الادلت هشاشه العظام في الناس الكبيره. الناس ديت مشكلتها ايه؟ ان هي نوت اكسبوزد تو السان لايت او دونت ريسيف اديكوت اماونت اوف فيتامين دي ان الدايت. هيحصل ايه؟ هيحصل سوفتنينج اوف البون نتيجه لليك اوف الكالسيوم اند الفوسفورس او الفوسفيت. وبكده اكون انهيت معاكم محاضرة النهاردة، يا رب تكون خفيفة ولذيذة عليكم. اتمنى يا شباب ان احنا نذاكر اولا باول عشان ما تراكمش علينا المعلومات العلمية. شكرا يا شباب.